مرة جديدة يطمئن السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي إلى أن الأمور في سوريا تسير إلى الأفضل وإلى أن المسيرة الإصلاحية مستمرة. ومن وزارة الخارجية حيث التقى الوزير عدنان منصور وبحث معه في مجمل التطورات، علق علي على مشروعي القرار المقدمين إلى مجلس الأمن بشأن بلاده، الأول أمريكي أوروبي للتدخل في مجريات الحوادث والثاني روسي يرفض التدخلات في سوريا. يعني موقف لبنان واضح وموقف سوريا واضح، وأظن أن الأمر مسار تشاور مستمر بين القيادتين وبين الوزيرين. وبالنسبة لسوريا موقفها معلن وصريح بأنها هي ترفض التدخل الخارجي، وأزمتها الداخلية تعالجها بتشخيص واضح وصريح وبإصلاحات ماضية فيها. وأظن أن الأمور بنهاياتها، ويدرك المجتمع الدولي ويدرك الأشقاء والأصدقاء أن سوريا تعالج أوضاعها الداخلية بحكمة وحزم. وختم علي بالتأكيد أن مواقف دول عدة مثل روسيا والبرازيل واليابان ولبنان تثبت أن بلاده قادرة على حل مشاكلها بمساعدة الأصدقاء، ولكن من دون تدخلات ودروس لا تحتاجها، متوقعا من لبنان غيرة على مصلحة سوريا وعلى العدالة فيها.